في كل موسم، في كل جولة، في كل أسبوع، في كل مباراة نتكلموا للأسف على أحداث العنف. إحنا كصحفيين نتناولوها كيكون أحداث كبيرة وكبيرة جدا، ثم نتناسوها ولا ننسوها ونمروا لأشياء أخرى في اعتقادنا هي أكثر أهمية. لكن ما يغفل عنه الإعلام، نحن كإعلاميين حتى الرأي العام، على أنه باش تكون كرة القدم مليحة وقوية وذات فرجة وعندها عائدات اقتصادية ويمكن تسويقها، من بين الركائز ديالها هي أنه تكون بطولة نظيفة، بطولة خالية من العنف، بطولة تجري في ملاعب لائقة. وعليه احنا كإعلام سيبري اون دينونس عمل العنف، والمسؤولية مشتركة، مسؤولية الإعلام، مسؤولية الأندية، لا ليغ، لا فيدراسيون، والسلطة العمومية اللي لازم تضرب بيد من حديد. لكن ما احنا كرأي عام كمجتمع توقفوا يعني الحدث الومام ومن بعد نجوزوا لأشياء أخرى، وكأننا ما عادش نقدروا خطورة استمرار العنف في الملاعب الجزائرية. كنت بودي يعني وانا نشوف استثناء يعني غريب جدا وجميل جدا في نفس الوقت اللي صرا في البطولة الجزائرية في بطولة الرابطة الثانية، مباراة من نار بين رائد ترتيب المجموعة الغربية للرابطة الثانية ترجي مستغانم ورائد القبة الملاحق المباشر. المباراة تلعبت في ملعب بالحداد في القبة وانتهت بصفر مقابل صفر. الفيديو اللي راجت مشجعي مستغانم في وسط قلب القبة ومع مشجعي القبة وما صرا ولا شيء، رحبوا بهم، ويعني شهادة يعني مشجعي القبة، شهادة مشجعي ترجي مستغانم على انه لقاو يعني استقبال ولا في الاحلام. ابرف داروا دي فيديو وانتشرت بسرعة، لكن احنا كاعلام ما توقفناش فيها. كان لابد علينا نتوقفوا في هذه الحادثة الجميلة جدا ونسيوا نروجوا لها على اساس انه ما يجب ان يكون هو هذه العلاقة الطيبة بين المشجعين بغض النظر على النتيجة الفنية. الماتش نيول بين الملاحق والرائد في ملعب الملاحق وهذه النتيجة ما تخدمش يعني الملاحق ورائد القبة، وتنتهي المباراة في ظروف رائعة جدا، اكيد كان لازم نتوقفوا فيها ونبنيوا عليها حتى الملاعب الجزائرية تيتابتي تتخلى على ظاهرة العنف ويسود تسود الروح الرياضية، ونبينوا في نهاية الأمر أن الجزائريين قادرين على أنه يكونوا رياضيين مثلهم مثل جماهير الملاعب الأوروبية اللي احنا نشوفوهم، ونثمنوا واش يصرى في الملاعب الأوروبية ويكون ونديرهم من ريفيرونس، ولكن كونت يساجي دي ماتش في الجزائر يكون غير أعمال عنف. والله العظيم ننصح الناس يشوفوا الفيديو تاع مشجعي ترجي مستغانم، برافو بول القبة، برافو بول مستغانم، إن شاء الله تتعمم الروح الرياضية على كل ملعب جزائرية في قادم الأيام اعتبارا من الجولات اللي بقات وحتى المواسم المقبلة.